الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء طلب. دعاء ولا بقي بقيب سنتا دعاء عبادة هي دعاء طلب. دعاء العبادة، أي عبادة قلنا تصرف لغير الله فهي شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. دعاء قيبت عبادة إن إلهي إذا نهي الله سمية وشرك سيدة صلاة يصونك يحجك يوحي لمدة. نعم. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء. دعاء قيبتك لو الدعاء كم إذا هو دعاء الدعاء له سؤاشة وحلو يديسنا هي قف كنت رادد ورقو حبل وبيأسي. نعم. هذا دعاء المسألة، دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين. دعاء ذاس سؤاشة لا بقى أي وقيب سنتها. القسم الأول أن أطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، هذا نسأل العافية والسلام هو الشرك الأكبر. مثال مرأة تأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب منه الولد أو إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام وهو حي، فما بالا وهو ميت. قيبتك وبعد وحوي بني آدم أما خلقي إن لقد ضلبه خف مخلوقه إن لقد ضلبه وحان إلهي ما يعدك لأيسا أودين أرنت أسنا وشرك قفك وقال لما كن مضان هايو. وحاكم مثال كذا كم ذا إنه قفك قبرك أما النبي أما غير كيسبة أنت يما ذا ويرا ذا وحان كويديستي ولد أيام كويديستي الماء أيام كويديستي. نعم. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة. أما قيب ثلاثة وأوقفك إلا ويديسه مخلوقه وحو أوده تاسي ويبنانته لكن شروط أفرع إيه لهذا. الأول أن يكون الطلب من حي لا من ميت. شردك كوباد قفك وحلا قد الباوين ويها قف نول قف لنت أسنهين. الثاني أن يكون الطلب من حاضر لا غائب، يعني لا يمكن أن يكون هو في الصومال مثلا وينادي الولي الذي في الهند. شردك اللباد وإنه نغضى قف حاضر أو تشوغه وإنه سنة قف مقانسيدة قف صومالي تشوغه قف إنديا تشوغه لا تقد الباية. نعم. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا عاجز، يعني لا يمكن أن أطلب من إنسان مشروع لا يتحرك أقول له أعطني كاسة ماء. شرطي قصد حاد وإنه يها قفك وحلقة طلبة قف أوده وأن عاجز كأين أرنتاس سيدا قف يري قف مشلورة أو اللغلة كالب يكين يري وكالاته. الرابع أنا أعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع وأن الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. شرطي أفراد وإن اعتقادي سا قف كان إنه السبب ويهم ما هن أسوء وسن وحن أبورن وسن حقيقة إلهي وحن إسكليين سؤاشة وحن لو يدينا قفك هو السبب ما هن أسلك وحوية إلهي أيا وحن كسيناية. مثل الدعاء الاستعانة أقول لك أعني في حمل هذا الكرسي. أرنك مثال كيس وحوية قفك إنا تكالمه ويدسيو تلاذي كالي كرسي كان إلى قاد وكالاته. يصح. نعم يصح بهذه الشروط الأربعة. الشروط ده أفرت هذه لهلا أردت أسوي بنانانيسة. فلان من الناس غارق في البحر وناديك أنت على الشاطئ يقول يا فلان أغثني أغاثك الله. قف مثلا كل عبد كل عيق وكله كاره هبل يبد بادي بضع قصار. هل يصح هذا؟ يصح بالشروط الأربعة. وحيكون أنصح يسأرنت وأقول بنانتا هذه الشروط دي أفرت هذه لهلا. جاء إليك طالب وقال أريد أن تشفع لي حتى أدخل في الجامعة الإسلامية وأدرس. طالب باكويم أرضي باكويم باكويرنية هو إيجا شفع جامعة إسلامية سئان وركته. أو إيجا واسطة. هل يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. وأنصح يسادي شروط ده أفرت عليها. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة جاز هذا وإلا كان من الشرك والله أعلم. أفرت على شرطي هدي الدعاء اللي جهله ويبنان تسؤال شو سداسة هدي اللي جوا ينا الشرك أي نغني سا والله أعلم.